شكرا لزميل عزيز محمد خاتم، الكباتن الاعزاء في الاستوديو، الزملاء الموجودين ايضا خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا امام هذا المنظر الرهيب الذي يسر الناظرين، امام هذا المدرج الذي لا مثيل له ابدا، أمام هذه الجماهير التي ضربت أعظم الأمثلة في الوفاء لناديها، أمام هذا الاتحاد الذي نجد يقف شامخا في هذا اليوم من أجل الاقتراب أكثر من اللقب، لكن عليه أن يتجاوز أولا أكثر من فاز ببطولة الدوري تاريخيا.